عدي وعرضيه خطيره وهوب يا نهار ابيض. حلوه 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 للصبح من احمد الشيخ المتالق. احمد الشيخ النهارده الحقيقه بيلعب بشكل محترم جدا جدا، تبع قاعده الفير بلاي. لا فكر في ان هو راجع النادي الاهلي ده مؤكد، ولا فكر البدري هيقول عليه، ولا خان العيش والملح، ولا حاجه من الحاجات اللي ملهاش معنى دي في لغه الاحف في عصرنا الحديث. عدى بشكل روعه الروعه وعملها عرضيه، لكن فرافيره لمسها كده لمسه غير منضبطه تطلع مره تانيه. وادي رمي التماس لمصر المقاصه، ربع ساعه وما زال فريق مصر المقاصه شكله افضل.